مرحبا مشاهدينا الكرام، انتم اوفياء قنوات الشروق واوفياء برنامجنا برنامج تسويعه لايف. مرحبا بكم في هذه التسويعه اللي حنجوزوها معكم من 4 للـ5 كما عرفتوا. تسويعه لايف دائما يجيب لكم معلومات، يجيب لكم مواضيع مهمه تهمكم كامل الناس. بالك اللي ما يدخلوش سوغ انترنت، اللي ما عندهمش لي ريزو سوسيو ثاني، يقدروا من خلال هذه التسويعه انهم يستفادوا ولو شويه. ماشي، حنكون وحدي طبعا دائما في هاد السويعه ولا في هاد البرنامج. معايا زملائي اللي حنخليهم يكملوا يرحبوا بكم. مساء الخير. مساء الخير ومساء الفل والياسمين جميع الناس اللي تابعنا الان في الحين. نقول لكم ما عندكم وين تروحوا، اقعدوا كيما راكم مريحين، تبعونا في سويعه لايف. ماشي ميم با سويعه، تما رايحين تدوا فيها بزاف فايده. سيرتو اليوم عندنا مواضيع شابه شابه، شويه من السياحه، شويه من ما نكشف والو. خلوكم تبعوا معنا حصة تاع اليوم. دائما يرافقنا صاحبنا وحبيبنا الاخ كريم. مساء الخير اعزائنا المشاهدين، اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم بسويعة لايف. وش راكم؟ غادي نحاول نسي نهضر معكم جزائري احيانا، وان شاء الله تساعدوني اتعلم. اليوم حضري لكم مواضيع ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تستمتعوا معنا بالحلقه، ومستنيين تشاركوا معنا وتتصلوا، مستنيين اتصالاتكم. اكزاكتلي. زميلتنا اليوم من الغداء ما راهيش حاضره معنا للاسف. كيفاش نديروا في البلاصه هذيك؟ ما على باليش اليوم. راح نخلوها فيد. راح تخلينا فيد. ما كانش معنا الغداء، كاين انس تناح ارتيست وناس ملاح. ادخل ادخل. انس قلت لكم بلي الحلقه تاع اليوم فيها شويه مفاجات، فيها شويه سياحه. كيجي انس جات سياحه اون بيرسون، ما غاديش سياحه لومبيونس. مرحبا بك انس. السلام عليكم. دوماج فاصون، بغيت اللي كنت تكون مكموله، كنت نتفرج فيكم كنت عجبوني بزاف. ما انا الغدا ما عادش تكون يعني في بلاصتك، ما انا الورع فاس تاعي انايا والله. ما انا الغدا في بلاصتك نحيوك بالمناسبه، وراني ليا شرف كبير انني مع اكرام كريم وكريم. فوالا بون انس مناح، ما راحينش نكشفوا على واش جبناك اليوم، خلوها مع التالي، ختامها مسك ياك. دونك غادي تدخل معنا في المواضيع، بالك كاين مواضيع تعرفهم، بالك غادي نشوفوا معلوماتك نختبروهم في خاطر حنا الكونسيبت تاعنا انس كل يوم رايحين نجيبوا معلومات جديده، مواضيع جديده، ونناقشوهم في رحبه ونمدوهم للناس. صح، انا شوف دابري ما شفت لي زيميسيون تاعكم اللي فاتوا، لي سوجي كانوا بزاف في الصميم، يعني شو المعلومات اللي كنتوا تقدموها بزاف مليح، نحييكم عليها بالمناسبه. ويعني انا على بالي شو سيغي سارتان باللي يا باللي غادي تكونوا ان شاء الله. واليوم اليوم انت ثاني راك اضافه للحلقه تاعنا تاع اليوم. نعاودوا نذكروا برك كريم المشاهدين انه ارقامنا راح تظهر اسفل الشاشه وحتبقى ظاهره. باسكو البارح قالوا لنا سينا نعيطوا لكم بزاف ما حكموناش. انا نقول لكم حاولوا تتصلوا، حتلقاو ثاني انس اللي من سامر تايمز شفتوا، دونك تقدروا تهضروا معاه ثاني اليوم ويرفد عليكم ديريكتومون. اكزاكتومون. دونك ارقامنا ظاهره اسفل الشاشه، يبدا تظهر الارقام. نتمناو انكم تتصلوا بنا، حابين نسمعوا صوتكم. قولوا لهم الرقم كامل ليكيب. قولي لهم الرقم. انا مانيش حافظه. 023 70 93 64 النيميرو تاعنا ماماكم حاضينه باسكو عام كامل هو يدور. الو لو طون اللي تتصلوا بنا، معليش نبداو الموضوع الاول. انا عجبتني خاصه في المشاهدين. بون زيرو زيرو ماماكم حاضينه. شوفوني لا سويت. على بالكم باللي اليوم الموضوع تاع اليوم شباب بزاف راه عندي. شباب عندها علاقة معك شوية أنس في الكونسيبت تاعك اللي إن شاء الله غادي نهضروا عليه في آخر الحساب. شكون فيكم يعرف الأعجوبة الثامنة؟ أعجوبة ثامنة؟ أنا بعرف أنه في 7 أعجوبات. فوالا، على بالنا كاع بلي كاين 7 أعجوبات، بصح الآن ولو كاين 8 أعجوبات. خفرة تاع العكنون. نو هذيك ماشي أعجوبة، هذيك كارثه. الوغ ما انتم مشاهدينا الكرام تعرفوا الاعجوبه الثامنه ولا ما تعرفوهاش؟ غادي نخليكم تشوفوا هذا الفيديو تكتشفوا فيها الاعجوبه الثامنه ونرجعوا لكم ان شاء الله. يلا. من يدخلها لا يخرج منها، حكت عنها حكايات وقصص. وسط صحراء جانيت بولايه اليزي غرابه وغموض شديدان. قال عنها علماء واثار امريكيون إن كل مثلثات برمودا موجودة في البحر إلا مثلث واحد موجود في صحراء الجزائر. تضم هذه المنطقة متحفا طبيعيا لرسومات ونقوش تعود لأكثر من 15,000 سنة، وهي بذلك تمثل واحدة من أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، بل فاقت في قدمها الأهرامات المصرية. تتربع على مساحة 89,342 كيلومترا مربعا في وسط صحراء قاحلة،
أي ما يساوي مساحة دولة الأردن. الغريب في صفار أنها تحتوي على رسومات لمخلوقات بشرية تطير في السماء مرتدية ما يشبه أجهزة الطيران. وما يزيد الغموض رسومات لنساء ورجال يرتدون ثيابا كالتي نرتديها في الزمن الحاضر، ناهيك عمن يلبسون معدات رياضة الغطس، والبعض الآخر يجر أجساما غامضة ونقوشا لسفن رواد الفضاء. أليس الأمر غريبا؟ بعض المعلومات على شكل وثيقة بأحد متاحف بريطانيا تشير إلى أن شخصا واحدا فقط دخل المدينة وتجول في كل أزقتها. الساحر الفرنسي أليستر كراولي هو هذا الشخص. وما يزيد الأمر غموضا ورهبا أن فريقه الذي دخل معه كلهم لقوا حتفهم، أما هو فقد خرج سليما معافى، ولكن توفي بعد أيام من خروجه من صفار. ترك مخطوطات تتضمن رسومات غير مفهومة وأخرى لحيوانات غريبة ومنها المألوفة كالبقر والزرافات، شيء يدعو للريبة والرهبة، أليس كذلك؟ أما علماء الآثار الذين زاروا المنطقة فسروا وجود النقوش بتفسيرات مختلفة، لعل أبرزها نظرية الفضائيين القدامى، عدها آخرون آثار قارة أطلانتس المفقودة. سكان المنطقة لهم رأيهم في هذا الموضوع، فهم يتداولون عن سلفهم كلاما كثيرا بين الحقيقة والخيال. ولعل أكثرها ذكرا على الألسن أنه عندما ينزل المطر وتشرق الشمس فإنك لن تستطيع فتح عينيك فيها. وهناك من يقول إنها مدينة الحن والبن، القوم الذين سكنوا الأرض قبل خلق بني آدم. في عام 2018 زارها فريق بحث أوروبي، وأكد أقوال السكان المحليين على أن المدينة كانت موجودة على أن المدينة صفار هي الأعجوبة الثامنة، واللي كاينة في صحراء الجزائر في جانات في جبال تصيري ناجر. دونك بلادنا بلاد القارة راه فيه الأعجوبة الثامنة. واش كنتوا تسناو بلي الأعجوبة الثامنة في الجزائر؟ ها؟ ما كناش نتسناو. أنا كي قلت أعجوبة ثامنة قلت كاش بلاد وكذا. فوالا باش تكون باش تعرفوا بلي احنا بلادنا الله يبارك راهي قارة وفيها بزاف. احنا بالك احنا كجزائريين مازال ما اكتشفناش بلادنا، وهذا كيما يقولوا لينا كاع وليكم باش نكتشفوا بلادنا. نبداو بهذه مدينه صفار نعرفكم بها. الوغ مدينه صفار راهي موجوده قبل 20,000 ما قبل التاريخ. تخيلوا الناس كانت ساكنه في هذيك المدينه قبل 20,000 ما قبل التاريخ. 20,000 سنه راهي حبك رقم كبير بزاف، وهي اقدم حضاره على وجه الارض وعلى وجه التاريخ. ما كاش حضاره عرفت عندها قديمه كما هذه الحضاره. الوغ علاه سموها صفار؟ صفار هي عند لغه الترقيين سكان اللي يسكنوا تماك سكان المنطقه. صفار هي التمره اللي نص طايبه كحله ونص صفراء. وصفار هي نص مقسومه على نصف، نصفها اسود ونصفها اصفر. كاين وين كاين احجار سوداء ما كاش رمل بزاف، كثره سوداء تبان شغل نصها سوداء ونصها اصفر. دونك سي بور سا سموها صفار كيما التمره اللي نصها اصفر ونصها سموها على التمره. فوالا عباكم باللي هي اكبر مدينه كهوف في العالم. اكبر مدينه كهوف، اكبر مدينه كهوف في العالم. ما كاش مدينه كبيره فيها الكهوف كما مدينه صفار. وهي ماشي غير اكبر مدينه كهوف في العالم، اكبر متحف في العالم للرسومات ما قبل التاريخ، فيها اكثر من 15,000 رسمه على الحائط اللي ترسمت ما قبل التاريخ. الو والغريب في الرسومات هذوك احيانا يكونوا رسومات تاع حيوانات واحيانا تاع بشر، احيانا حيوانات ما بالك انقرضت. كاين رسومات حتى الان، حتى الان العلماء ما قدروش يفسروهم. بالك كيما نقولوا دوك معنا المخرج تاعنا امير يجوز لنا بعض الصور اللي نشوفوا نوعيه هذه الرسومات اللي احيانا يبانوا حيوانات طبيعيه كمثل الابقار مثل الغزال مثل يعني الحيوانات الاليفه اللي مازال كاينين في حياتنا كيما رانا نشوفوا. بون هذه الصوره مازال رانا نشوفوا يعني هنايا مظاهر من حياتنا الحاليه. لغز كبير، عايزك تبعوا معايا مليح لانه مدينه صفار تلموا فيها بزاف الغاز. مانيش عارف كاع مين نبداها لكم. الو نرجع لكم. بعض العلماء قالوا على هذه الرسومات انها من الاكتشافات المهمه التي تفوق. نعم التي تفوق شبانو تاع رجال فضاء. اصبر دوك نهضروا على الرسومات. كما قلت لكم بعض العلماء قالوا عن هذه الرسومات انها من الاكتشافات المهمه التي تفوق اهميتها من اكتشاف مقبره الفرعون توت عنخ آمون، لانه
لما اكتشفوا مقبرة توت عنخ آمون الفرعون المصري كان اكتشاف كبير وخلى العلماء يكتشفوا الحضارات القديمة اللي عرفتنا بالناس كيفاش كانوا عايشين. بعد ما اكتشفوا هذه الرسومات خلاص يعني رجعنا للوراء 20,000 ما قبل التاريخ، يعني شفنا الناس كيفاش كانت عايشة. العلماء حبوا يكتشفوا هذه الالغاز. الوغ بالك كاين اللي يقول راني مبالغ كي رانا نقارنوا هذه الرسومات بالاهرامات ولا، ولكن كاين عده اسباب. الاسباب اللي منها من الاسباب عمر هذه الرسومات يفوق ما بين 20,000 و 10,000 عام. دونك رسم كيكون يفوق 20,000 تخيلي انت ترجعي تعرفي الناس قبل 20,000 عام كيفاش كانوا عايشين. دونك حاجه بزاف شابه. والسبب الابرز اللي بقى اللي لقاو في بعض الرسومات مظاهر الحياه اليوم كما رانا غادي نشوفوا في الصور. عاود رجعنا الصور كما شفتوا الصوره الاولى كاين يعني يبانوا نساء وفساتين ومش عارفهم في حفله والله ما على بالنا. هنا كما هذه الرسومات هنا لابسين مش عارف خوذات ولا تاع غطس كما كتشوف انس روماركيتها صح جوستومون. هنا تخالف اصلا ديك النظريه انه بنادم بكري كان شهدي وكان كذا بيان سور بصح شوف انا الحياه بكري هما بنادم نورمال وعندهم عندهم وسائل اللي عندهم الحاجه الغريبه اللي عند العلماء ما قدروش يفسروا يعني هذه الخوذات اللي كانوا لابسينهم كانهم كما الان يعني دونك حتى وين كيما يقولوا كاين صور اخرى على بالك نزيدو نشوفوهم صابوا كيما يقولوا صحن كانه صحن طائر يعني الغاز غريبه وكبيره صح. هذه الرسومات وين سياو العلماء يفسروهم. في 1982 قامت اليونسكو بتصنيف جبال تاسيلي ومدينه صفار ضمن التراث العالمي. العلماء من كثر اللي حيرتهم هذه المدينه والرسومات اللي فيها داروا نظريات خاطش سياو تال ما وصلوش الحلول تاع هذه الالغاز سياو يديروا نظريات. النظريه الاولى حول مدينه اطلانتيس الضائعه كاع سمعنا بها مدينه اطلانتيس تعرفها كريم كاين بزاف اساطير على هذه المدينه. قال لك يمكن تكون هذه هي مدينه اطلانتيس الضائعه والناس اللي نجات من هذه المدينه رسموا هذه الرسومات باش يحافظوا على التراث تاعهم ويبينوا باللي كانوا متطورين في هذيك المدينه وكانت كاينه معيشه تالي في هذاك الوقت كانت معيشه ولكن يعني هذه يبقاو نظريات يعني ما تقدرش تقول صح ولا خاطئين. كاين نظريه اخرى نظريه ثانيه التدمير الذاتي. كاين علماء قالوا باللي كاين شعوب تلك المنطقه كانوا بزاف 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 متطورين هذا ما يفسر الرسومات اللي كانت كاينه. يقدر يكون صرا دمار ولا انفجار ولا باجون كارثه طبيعيه فوالا اللي خلى كما نقولوا غير الرسومات اللي قدرت تنجو من هذا مع الرسومات جايه في الكهوف قدرت تنجو من هذاك الانفجار. كاين نظريات اخرى نظريات انا شخصيا ما شغل ماشي ما خلعونيش شغل جاوني بيزار جاوني بيزار اللي هما نظريات قال لك سكان الفضاء كانوا يجوا كانوا ساكنين تم هما اللي كانوا يرسموا وقالوا يقولوا لنا باللي احنا سكان الفضاء وسكننا تم. انا هذه النظريه ما يجوا مثل عطله صيفيه على كوكب الارض الو. وكاين النظريه الاخيره اللي هي قال لك سافر عبر الزمن وانا ما هذه ما دخلتليش كاع في راسي. بون حنا رانا نقولوا لكم احنا كيما نقولوا هم قالوا ولم نقل نحن. ما تحملوناش ما لا تحملوناش. احنا رانا نقول لكم العلماء واش قالوا سافر عبر الزمن هذا ما يفسر مظاهر الحياه اللي رسموها هما تاعنا الان في الحوائط. اما باقي النظريات هذوك ما نهضروش عليهم تبقى صفار لغز كبير ومكان سياحي بامتياز ان شاء الله هذا المكان ياخذ حقه ويكون وجهه عالميه وشوفوا بلادنا ان شاء الله بالك نزورها كريم يعني جبنا دائما مواضيع هكا رائعه وما نعرفوهاش كيما دي الاعجوبه تاعنا انا ما نعرفهاش شخصيا انا ما نعرفهاش وجو سوي سيغ كاين ناس بزاف ما يعرفوهاش راهم يكتشفوا فيها الان. انا باش نقول لكم حاجه غادي نجيب لكم صوالح على الجزائر خاصه غادي ما تامنوش عقلكم عرفت غادي تولي كي تروح الخارج دير لهم هكا غادي ما تامنوش عقلكم وي انا جزائري عجوبه ثمينه مالك معليش كريم يعني من بين كل المناطق اللي سمعت عنهم بالجزائر هذه المنطقة يمكن هي المنطقة الوحيدة اللي ما عندي أي رغبة بإني أزورها علاش؟ علاش؟ يعني أكيد يعني سمعت باللي كاين جنون وكاين مو جنون بالفيديو قالوا إنه في أشخاص دخلوا وما خرجوا ف صح هو شوف باش نختموا هذا الموضوع لأنه باش الوقت يكفينا كاين اللي قالوا جميع مثلثات برمودا موجودة في البحر إلا أوكي. مثلث واحد يوجد في اليابسة وهو المكان تاعه في مدينة صفار بصح نعم مثلث برمودا ومثلثات برمودا ما راهش علم دقيق او يعني هو كلام وين ما عندناش احنا اصلا تحوس على المعلومات ما تلقاش بزاف هما يقولوا فوالا لغز كبير هما يقولوا باللي مثلث برمودا يوجد في هذيك المنطقه وبمعلومه اخرى انه كما نقولوا بالعاميه الثلث الخالي
الثلث الخالي. نعم الخالي هو المثلث بالمودرن نسمعوا به الناس بكري يقول لك كاين ثلث الخالي في ديك البلاصه، هو كان يمعنوا على مثلث بالمودا وهي المساحه تاع مدينه سيفار، وهنا نختموا الاخر قد المساحه تاع الاردن. اوكي باش سي بور سا قلت لكم الجزائر بلد قاره، راهي غير مدينه كهف تاع كهوف راهي قد الاردن. اوكي هاي بلا ما نحكي لكم على صوالح واحد القياس تري بيان. دونك من موضوع كريم بو باكون نروحوا ديريكتومون لكريم مهوب اللي نشوفوه جاب لنا اليوم. مي اونتخ تو نقول لكم باللي ارقامنا راهي ظاهره اسفل الشاشه مشاهدينا الكرام، ماكوش كاع تعيطوا لنا نزعفنا. لا لا راهم يعيطوا ولكن انا غادي نفهمهم حاجه اكرام باسكو على السريع فقط لانه الوقت بركي. نعم عم يعيطونا ولكن ما تعيطوش على الضربه بالواحد مش راهم اتصالات يفوتوا، راهم كاين اون كومبروم وفي اتصالات يفوتوا ماش نقدروا نبدو. يلا نروح عند كريم يلا. اوكي موضوعي اليوم هو عن مسلسل جديد عمل كثير ضجه بالعالم ومن دون اي اعلانات وصل للعشر مراتب الاولى من بين المسلسلات. راح نشوف مشاهد من المسلسل ونعود نحكي عنه. يا درا اذا مسلسل سكويد جيم مثل ما بنعرف اللي هو عم ينعرض على منصه نتفليكس اخذ ضجه كثير كبيره باخر فتره. هلا اخذ ضجه بسبب اول شيء انه هو مسلسل ضل على مدى 12 عام ينرفض، وهو انرفض طبعا بسبب غرابته هو للمخرج هوانغ دونغ، هو المؤلف والمخرج هوانغ دونغ، وعلى لسان المخرج بيقول بعد نحو 12 عام تحول العالم الى مكان يتم فيه الترحيب بمثل هذه القصص الغريبه والعنيفه للبقاء على قيد الحياه. هلا اكيد هذا المسلسل يعني وش يقول؟ هلا هذا المسلسل هو عباره عن لعبه، في عندنا 456 انا شفت بصراحه، انا شفت اول حلقه وما قدرت اكمل لانه اللعبه انا كنت العبها ونحن صغار بسوريا، نحن بنسميها لعبه التماثيل، ما بعرف اذا هي كانت موجوده عندكم هون طفولتكم. التماثيل احنا ما زال ما تفرجناش المسلسل ما زال. اوكي اوكي لعبه التماثيل اوفيسيال عندنا اوفيسيال عندنا لعبه التماثيل بيكون في شخص بيوقف على الجدار او الحيط بيغمض بعده ثلاثه غميضة، هذه غميضة لا مش غميضة في في مجموعة لازم يوصلوا من نقطة لنقطة بس لازم يتحركوا بالوقت بس اللي هو مغمض فيه بعد ثلاثة وبعدها لازم يثبتوا ويكونوا تماثيل. فوالا شاركوا بيليا تاع بكري انس بدو هكا حتى ثلاثة 8 دو 3 ستاتيو هذه. اوكي احداث المسلسل هي عن 456 شخص بيشاركوا بسلسلة من الالعاب واللي بيخسروا بالالعاب بيفقدوا حياتهم. اللي بيفوز بنهايه الالعاب بيربح بمبلغ مالي يقدر ب 45 مليار وون اللي هو تقريبا 38 مليون دولار. هلا فكره المسلسل الغريبه والتشويقيه وطريقه الاخراج كانت من اهم الاسباب اللي خلت هذا المسلسل مشهور ينجح. وانا شفت اول حلقه الاخراج والالوان والديكور مثل ما انا عم نشوف هلا بالفيديو كثير غريبه وكثير مميزه وجميله، بس بنفس الوقت انا شفت باول حلقه في مشاهد عنف في 200 شخص تقريبا بيقضوا حياتهم باول حلقه فما قدرت اكمل المسلسل. كريم على هذه يعني ما قبلوش يعرضوه حتى ابخي 12 سنه لانه قبل 12 سنه كان غريب جدا، بس هلا بوقتنا هذا مثل ما شفنا مثلا مثل فتره تطور. كان في فيلم اسمه ذا هانجر جيمز بتعرفوه. نعم هانجر جيمز في ذا ميز رانر، يعني صارت فكره الالعاب صارت فكره اسهل وسلسه اكثر بوقتنا هذا، والعنف يمكن للاسف صار اسهل انه يتم عرضه على التلفزيون. هلا اللي انا بدي احكيه انه هي المسلسلات اللي فيها مشاهد عنف كثير واللي فيها افكار عنيفه قديش ممكن يكون في لها تاثير مو علينا نحن لانه نحن كبار واعيين بنقدر نفرق بين الخطا والصح وبين العنف الحقيقي والعنف الافتراضي. بس الاطفال لانه في عندنا نحن مثلا اطفال اللي عمرهم تحت الست سنين ما بيقدروا يفرقوا بين الخيال والواقع. فهذا الشيء كثير صعب. بعرف انه هاي المسلسلات في عندها ترتيبات اللي هي فوق عمر 18 ولا فوق عمر 16، مثل هذا المسلسل هو مفروض محدد لفوق عمر 16، بس بكثير من البيوت وبكثير من المجتمعات الاطفال ما في عليهم كثير رقابه من الاهل شو عم يشوفوا. وبوقتنا هذا كمان الاطفال في بايدهم الايباد وفي التليفون وفي لازم اللابتوب والكمبيوتر، فهنن في عندهم كثير مجال انه يشوفوا اشياء مو من المفترض انه يشوفوها. نحن على زمننا بظن انه نحن اعمارنا قريبه شوي من بعض، نحن زمننا ما كان في كمبيوتر، ما كان في تليفون، ما كان في ايباد، نحن كان في عندنا نشاطات كثير ثانيه نقوم فيها. الجيل الذهبي. الجيل الذهبي، مثلا نحن كنا نقرا، كنا نلعب رياضه، كان في عندنا نشاطات رياضيه، كان في عندنا كان في عندنا اجتماعات العائليه اللي بتصير، هي اللي كانت تعبي وقتنا. صحيح كان صوت شوي. تخبعت تدي صوتها لحسن صوتها الضرب. اوكي اوكي.
هلا كلنا كنضرب. شوف واش تقولوا لها انتم اللي يدي اللي طريحه يدي صوت ضربه طريحه هي غريبه الضرب يعني تنضربي من اهلك ما ما بعرف شو ممكن يكون في كلام ثاني. هلا في دراسه طلعت انه معدل مشاهده الاطفال للتلفزيون هي بين 3 ساعات و5 ساعات يوميا وباغلب الوقت للاسف الاهالي ما راح يكونوا موجودين لحتى يراقبوا اولادهم شو عم يصير. فنحن لحتى نخبر الاهالي شو لازم يعملوا شو هو النصائح اللي بنصحهم اياها الاهالي حتى يتحكموا باولادهم شو ممكن يعملوا. ممكن تقولوا لي مثلا شو ممكن الاهل اكيد يتصرفوا مع الاطفال؟ انا تبلي حاجه الاولى راح يديروا فورماسيون على لي ريزو سوسيو كيفاش يخدموا بالسمارت فون هادو الاولياء اللي ما عندهمش الاخر باش يعرفوا كيفاش يراقبوا اولادهم هذا مكان. بصح درك زعما الحمد لله لا تكنولوجيا راهي مليحه دروك التليفون ولا يشاور كي تبغي تشعل تليفون ولا تاورغانيزي من البدايه يعني كيما نقولوا تبغي تانسكري من الاول دومونديك اسكو انت لا تجري في تليفون ولا لونفون تاعك حتى ماشي تليفون سي بور سا نديرو فورماسيون حتى ماشي تليفون يعني حتى في اليوتيوب كي تدخل يعني كاين دي فيديو تاع العنف ولا دي فيلم هكا بالك ميم سي هذا راهو ينعرض على نتفليكس لكن كاين مقاطع يدو محطون في يوتيوب نحبوا ولا نكرهوا لكن في يوتيوب مونديلك تاني لاج تاعك لاج تاع لونفون راهي تماما تماما دونك صافا راهي يوتيوب يوتيوب في منه نسخه ثانيه اللي هي نسخه للاطفال اكيد فالمفروض كل الاهالي يكونوا بيعرفوا بهي المعلومه انه في يوتيوب للاطفال انا وحده زعما كنت عندي دراري وليفون عندي دراري ما خليهمش كاع تليفون هلا هو هذا هو الصح باسكو كاين حوايج اهم التليفون كاين العاب راهم يديروا لهم فيهم ذكاء اكثر نمي الذكاء اكزاكتومون كاين دي تخويك باغ اكزومبل كيما نقولوا حنا تاكتيل بلا تكنولوجي بصح ماشي شرط يكونوا يوتيوب وفيسبوك تقدر تكون تابلات تاع لي جوي اكزاكتومون تابلات تاع لي جوي تقدر ترفد لي لاتر ولا الحروف تبلاصيها في هذيك لا تابلات تقدر دير باغ اكزومبل النيميرو لي نيميرو الاعداد اي تو يحطوهم في كل في كل الاماكن كاين ثاني كتابات وين نقدروا نشوفوا الكتابات دوكا ما ولاوش كتابات ورق برك يعني كتابات ثاني تحكم هذاك الحوايج وتبلاصيهم في هذوك الكتابات دونك فوالا هذا كمان من اهم الاشياء من اهم الاشياء اللي ولا واحد منكم قال اللي ممكن الاهل يعملوها اللي هي التواصل التواصل للاسف هاي الايام ما له كثير موجود لانه الاهالي ممكن يكونوا مشغولين مع عملهم مع التليفون مع السوشيال ميديا تماما التواصل مع الاهل وتشرح لهم شو هو الفرق بين هذا العنف اللي عم يشوفوه الخيالي اللي هن عم يشوفوه ان كان بالمسلسلات ولا بفيديوهات اليوتيوب ولا بالسوشيال ميديا ولا بالالعاب لانه كمان مثل ما نحن شايفين اخر كم سنه الالعاب عم تاخذ ناحيه عنيفه اكثر الحروب ما بعرف انا كثير عن الالعاب مثل ببجي وغيره من الالعاب فري فاير غير القرايس والسلاح ولا عاد نقولوا غير النقطه تاع لا سيري هذيك سما ماشي منشي انا اللي مازال ما تفرجتهاش سما انا ما حبيتش نتفرجها ماشي ما على انا شفت اول حلقه وما قدرت اني اشوف بعد لانه لعبي انا كنت العبها وانا صغير وكثير كنت حبها فلما شفتها انه هي اللعبه اللي عم يطلع من اللعبه انا نوعدكم غادي نتفرجها ونجي نحكي لكم كاين واحد النقطة أنس أنا شفت هاد لاسيري واحد هضر عليها يوتيوبر سعودي أو خليجي على ما إن شاء الله ما نكونش غلط رفع دعوة قضائية ضد نتفليكس لأنهم اتهمهم باللي سرقوا له شخصية تاعو اللي يخدم بها في اليوتيوب هي شخصية الإنسان اللي يدير هذيك القلمونة ويغطي وجهه كومبلي وياخذ هذاك الجاكيت هذاك يعني ودار وجه التشابه بين شخصية تاعو وشخصية معروفة هي في المنطقة وين يسكن هو ودايرة مشاهدات عالية 18 مليون 20 مليون فيو شفت أنايا قلت اسكو مازال لافير راهي اسكو راح يربحهم اسكو صح سرقوا له الشخصيه تاعو اسكو غير باش يدير الباز وصح هلا مشان اختم الموضوع في دراسه لازم نحكي عنها لانه في دراسات اثبتت انه مشاهده التلفزيون من دون رقابه بسبب تدني حساسيتهم للاطفال تجاه العنف يعني بصير العنف بالنسبه لهم شيء عادي يعني لما بيشوفوا عنف بالعالم الحقيقي او بالاخبار اللي عم نشوفها انه للاسف بوقتنا هذا بكل الكره الارضيه في احداث كثير صعبه عم تصير في حروب كثير عم تصير فبصير بالنسبه لهم هذا الشيء طبيعي وعادي اذا عن ما تخفت تمام هذه هي فبتمنى من كل الاهالي ينتبهوا اولادكم شو عم يشوفوا
السوشيال ميديا، التليفون، التابلت، التلفزيون، انتبهوا اولادكم شو عم يشوفوا، لانه هذا الشيء رح ياثر عليهم يمكن مو هلا يمكن بس يكبروا. وانا عندي حل للمشاهدين انهم ما تقلقوا روحكم والو، ديروا قناه الشروق وسالمين خويا فيها الفائده معلومات من عند الله. الموضوع هاي الكريم والله العظيم غير يعني صح. من الفيلم اللي ما كناش نعرفه بالك ودينا نعرفه، دونك يعطيك الصحه. انا بس انا بتمنى ما اكون لما حكيت عن هذا المسلسل كون عم اعمل له شهره والناس رح تشوفه. لا انا عم اعطيته كمثال لانه عمل اخر فتره كثير ضجه كبيره في مدارس يعني. بدول كثير صاروا يبعثوا ايميلات لاهالي الطلاب انه انتبهوا اولادكم ما يشوفوا، لانه صار في حالات. بس حكي نقطه ثانيه مهمه اللي هي الجيل تاعنا قريب يولوا اباء وكاين يولوا اباء صح. وحنا الجيل تاعنا خلاص كما تاخرنا لحظه الاباء لا لا كما نقولوا حنا حنا فتنا على المرحله تاع وين ما كاش كاين تليفون سمارت فون امور ذكيه هذيك، ودروك رانا في الحياه اللي فيها الانترنت يا تما نعرفوا واش كاين في الانترنت. غدوه كي يجي عندك اولاد تعرف كيفاش تتعامل معاهم. هي المشكله كاع راهي عند الاباء اللي يعني راهم بعاد على التكنولوجيا واللي كانوا وقتهم وقت ماشي وقت التكنولوجيا. ويقدروا ثاني الناس ولا لي باغون اللي يشوفوا فينا يدخلوا اولادهم يديروا سبور، يديروا فوتبول باي اكزومبل بور لي غارسون كي يكونوا صغار. الفوتبول لانه القراءه هي من اهم النشاطات اللي ممكن تصير لاي طفل. يديروا فوتبول ممكن اكيد يعني. انا من هذا المنبر بغيت غير نحكي واحد النقطه. انا ديجا ندرس بالك تمار على بالكم، ندرس اطفال صغار في واحد ليكول بريفي. انا ما كان على بالي وهي ما كان على بالي. انا كنت ندرس واحد لي زونفون صغار عندهم 6 سنين 5 سنين نقريهم لار دراماتيك يعني المسرح، فنون المسرح. فنون المسرح ندرسهم يعني كنت نشوفهم يعني كنت نتواصل مع والديهم ونقول لهم بلي اتونسيون ولادكم باش يتفرجوا. هذه النقطه ثاني حساسه بزاف. علاش؟ باسكو غير يجيني طفل بالدخله الاولى يقول لي انا سوبرمان وقيس روحه من فوق تحت تماما. فانا سوبرمان يدبز مع صاحبه يقول لي انا غلبه ايرون مان. كنا نديروها هذه بكري انا وخوتي. اي كنا نديروها مي عاد بلي بارفوا باش اي نحكي لكم حاجه. هذه استوار كاين منها بكري. انا تحكي لي جداتي اللي نوجه لها تحيه كبيره جداتي. مع عمي ثاني تما ايتو كانوا يلعبوا. عمي كان صغير دونك ولاد الحومه ايتو كامل كانوا يلعبوا كيف كيف دونك على بها كانوا يتلاقاو ايتو. وكي كانوا يتلاقاو كانوا يحبوا واش يشوفوا لهذاك الميكي اللي يشوفوه ولا كيما نقولوا حنايا الرسوم المتحركه يشوفوه يحبوا عندوها. ايبان واحد جارنا كان يسكن جست قدامنا قال لك اختار اطلع لاتيغاس فوقها لاتيغاس وين كانوا يسكنوا كامل دار دغا وتحير ما يروحوا ابدلوا هو باتمان ولا سوبر مان بلي غادي يدير الايمان بكري كانت تكذب. بما انك جبتي سيره الرسوم المتحركه، في رسوم متحركه مخصصه للكبار ومخصصه للصغار اللي هي الانمي. فكمان في اهالي كثير ما بيعرفوا هذا الموضوع. لازم ينتبهوا على هذا الموضوع لانه الانمي مخصصه لفوق عمر 16 سنه. كمان هي نقطة لازم خيب يعني بها. أنا قلت للناس كامل وانتم يجي نهار ولا عندكم دراري دخلوا ولادكم يلعبوا فوتبول سورتو بوغ لي غارسون. دوكا ميم البنات يعني ولاو يلعبوا فوتبول مي أنا جو تخوف كو سبور اكزاكتومون سبور والفوتبول اي تو حاجة مليحة. انتم كامل تحبوا الفوتبول، ما كاش واحد جزائري ما يحبش الفوتبول. ماشي كاع يروحوا يديروا فوتبول. لا لا ماشي كاع بصح مليحة كامل. أنا بوموا كامل اللي كامل عندهم دي غارسون صغار يقدروا يروحوا يديروا فوتبول يسي وسبور ولا نيمبورت كال سبور واحد اخر. يذكركم برك زمينا كاين بوباكر بالارقام وقيلا كان نعطيكم معلومه. نعطيكم معلومه. شوف بدينا الحلقه الاولى قلنا المشاهدين احنا نعرفوا باللي المشاهدين تاعنا اوفياء ويحبونا ويبغونا. هيا ما كاش لي عيط اكزاكتومون. زدنا غدوه ما كاش لي عيط سمحوا لنا النميرو كان غلط. كان غلط ولكن اعزائنا المشاهدين نحن بنعتذر بشده. نعتذر 03 ماركو عندكم 023 70 92 94 نزيد نعطيه لكم واحد اخر باش اون كاو لكم برومو 023 70 92 96 غدوه نجيبه لكم في سانتي قد ظهرا. يلا نرجعوا للفوتبول. نعاودوا نولوا الفوتبول، نعاودوا نولوا السبور، نعاودوا نولوا لهذه اللعبه الاكثر شعبيه في العالم اللي هي كره القدم ولا اون انجلي لو فوتبول. دونك كامل تحبوه كامل تبعوه. بون كريم بالك شويه ما بقاش شويه صافا. انا فاكر اللي تبع انا تبع. دونك انا حبيت من خلال هاد السويعه سويعه لايف حبيت نجيب لكم قصه كره القدم. بالك الناس كاين اللي تعرفها كاين اللي ما تعرفهاش. هاد اللعبه اللي يحبوها صغار وكبار رجال ونساء وحتى شيوخ.
شيوخه وعجايز. هي لعبه كانت بكري يعني دايرينها كيما نقولوا حنايا هكا كبرت، ما كانش ان سبور باين. دونك تاريخ تاع لعبه كره القدم ما يعود الى ازيد من 2500 سنه قبل الميلاد. قبل الميلاد مارسها الصينيون. هاني جايه في الحكايه. مارسها كيف؟ لا كانوا يلعبوها صينيون، وصينيون قدامى كانوا هذاك الوقت يقدموا الولائم للناس اللي تربح كما نشوفوا في الصور هذه، تبين شويه الحاجه اللي نحكيها. هذا التكتيك تاع 4-4-2 هذا ما نحسبش عليه. دونك كانوا كي يربحوا كانوا يقدموا الولائم اللي يربحوا ويجلدوا اللي ما يربحوش. دونك اكزاكتومون. دونك عرفوها كل من اليونانيون اليابانيون وحتى المصريون ثاني كانوا يعرفوها، لكن كانت هي في هذاك الوقت يعني ما كانتش تلعب كيما دوكا، كانت اكزاكتومون كانت كيما نقولوا حنا قطعه من القماش مدوره هكا تركل ولا يعني باسيوها كيما نقولوا حنايا نحو فتحه، وهذيك الفتحه جينيرالمون تكون في حيط. وهاد الحاجه واش كانوا يديروها؟ كانوا يديروها لتدريبات عسكريه فقط، يعني ما كانوش مدايرينها يعني للشهره ولا كيما يقول انس ان سبور باين ولا لكن لعبه في شكلها الممارس اليوم. يعني كيفاش رايت تلعب اليوم؟ اكتشفوها الانجليز ولا في انجلترا، يعني اكتشفت هاد الرياضه في سنه 2016 وين خلال احتفال الانجليز باجلاء الدنماركيين عن بلادهم. كيفاش لعبوها؟ لعبت انجلترا كره القدم فيما بيناتهم، يعني الانجليز في الانجليز لعبوا فيما بيناتهم ببقايا جثث الدنماركيين. الدنمارك فوالا اكزاكتومون. دونك من تما بدات تلعب كره القدم، وين كما قلت لكم تعرفت في لونجلتير. اشتهرت هذه اللعبه في بدايتها بالعنف، يعني هذاك الوقت قبل ما يكتشفوها الانجليز يعني اكتشفت ولا عرفت بالعنف، اطلق عليها مافيا الكره تالمون كانوا يلعبوا بالعنف يتضاربوا يتقاتلوا. شفناها في واحد الفيلم اكزاكتومون داروا هذه اللعبه هكذاك. في احدى الاوقات يعني نحاوها لكن بسبب غياب التنظيم، وكانت الخشونه بزاف في هذاك الوقت. هذيك اللعبه كانوا يستعملوا فيها بزاف العنف، يعني دوكا رانا نشوفوا الجوار كيفاش راهم يضربوا. اكزاكتومون. عدد اللاعبين كان غير محدد هذاك الوقت، وهذا سوجي تري امبورتون في العدد الجاي. يعني علاش دوكا ولات 11؟ بكري كانوا يلعبوا قال لك تقدر تلحق قريه تلعب كونتر قريه. دونك فوالا اكزاكتومون. في 1314 منعت اللعبه لكن ازيل المنع لاحقا. علاش؟ باسكو الناس قعدت تلعبها، يعني ما داوش بهذاك التنظيم كي شافوا محبوبه كره القدم. اكزاكتومون باللي مازالها تلعب اي تو سا. دونك قالوا نعاودوا نحوا المنع هذا سا غيان نديرو. فوالا اكزاكتومون اكزاكتومون اكزاكتومون. دونك في 1600 وضعت اسس كره القدم من حكام ومنع استعمال الايدي واستعمال حارس مرمى. دونك واش ولاو بكري كانوا يلعبوا باللي تلحقهم في يدهم يعاودوا يباسيو على مي كانت بزاف بازيه على الرجلين. دونك في 1600 نحاو الايدي وداروا حارس مرمى هو اللي عنده ضوا يمس لو بالون، لكن الاخرين كامل يلعبوها بالارجل. ما بيناتي ولا لاما كي واحد يتشبه بيده موجوده صافي شحال 400 عام اكزاكتومون. دونك حتى خرج لون سليماني ولا يماركي برا بكري كان يماركي وغير بال تحيه كبيره لسليماني. سليماني اللي ولا ليجوند يعني دوكا الهدف التاريخي. الهدف التاريخي. في 1904 اسست منظمه الفيفا في فرنسا. نورمالمون 1904 نورمالمون 20 ماي ولا راني شافيها تخي بيان هي 20 ماي 1904. اليوم كاين 3.5 مليار مشجع حالي والاكثر لكره القدم، اي ما يعادل نصف سكان الكوكب. انا نقول انه الكوكب كامل واقيلا راهو يشجع في كره القدم ويتبعها. اكزاكتومون. في 1962 اطلقت البطاقات الحمراء والصفراء. وكيفاش اطلقت البطاقات الصفراء والحمراء في رايكم؟ هكاش واحد سكر واحد نو كيفاش كانوا شافوا حاجه وداروا على حسابها. ما بعناش عطينا هذه المعلومه. داروا على حساب اشارات المرور. دونك داو عليهم الاحمر تحبس اي تو. دونك داو ان بو هاد ليدي. ووضع
وضعت اول قوانين لكره القدم في 1962 1930 تنظيم اول مباريات كاس العالم في الاوروغواي. دونك كانت كاينه اول مباريات كاس العالم. في 1979 تاجلت مباراه بين فريق فالريكوك وانفرينيس. علاش تاجلت؟ بسبب الاحوال الجويه انذاك. ايماجين 28 مره هما ياجلوا فيها، يعني هذه هي الاعلى تاجيل في تاريخ كره القدم. دونك كانت ثاني اللعبه هذه كانوا يمارسوها بزاف كما نقولوا حنايا بكري اصيليون تو، مي لونجلتير بدلت كامل اللعب تاع هذا الاخر. وحنا نشوفوا دوكا انه لونجلتير اكزاكتومون لونجلتير ولات هي ثاني، يعني ماشي اكتشفتها برك، لكن هي ولات النجم ثاني، يعني نجوم تاع لونجلتير. ولونجلتير ثاني ولات هي ثاني معروفه في هذا المجال، مجال كرة القدم، وين ولا نشوفوها بزاف. يعني ما كانش مشاركة تاع كأس العالم، بلا نشوفوها بزاف على جال محرج نو ثاني الشامبيونا دونجلتير ولا الدوري الانجليزي الممتاز، وحتى البلد يعني المشاركة في كأس العالم يخلي دائما البصمة تاعو ويخلي توجور هذاك اللي تبع يا اخي تاعي. بيان سور دولا كوب دي موند، صحيح كملتي الموضوع تاعك. دولا كوب دي موند اكزاكتومون لونجلتير كملتي؟ أنا كنت خلص ديجا خلاص أنا بديت خلاص كملي طبعاً أنا بديت فاهمة لا دونك قاعد تستنى معلومة واحدة ولا خلاص ما قعدوناش معلومة، جبت كامل المعلومات اللي تقدر اللي يقدروا المشاهدين يستفادوا منها، بما أنه هذه اللعبة يحبوها كامل الناس. وثاني ليكيب ناسيونال راحين يشاركوا في كأس العالم في كأس العالم 2022 في قطر، والناس كامل راهي يعني تشوف وبالك تنحي خاطرها ثاني على هذه اللعبة كي تشوفها. دونك انا حبيت من خلال هذا السويعه انا نعطي لهم شويه معلومات، ميم كي يروحوا يلعبوا ولا يشوفوا كره القدم كيكونوا يشوفوا يقولوا ايه في هذيك لاني بالك صارت هذه بالك صارت هذه بالك صارت هذه. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه بزاف هاي تخي بيان صح الموضوع تاعك هاي تخي بيان. بما انه هضرنا على هذه القريه كونتر قريه تقدر يقدروا يلعبوا، حنا حبينا نوجدوا لهم موضوع في الاعداد. علاش خدينا 11 على 11 صح؟ انتم في الفوتبول تلعبوا قريه على قريه، حنا كنا فيلاج على فيلاج في الهوند. انا اليوم بغيت نهضر على الهوند، خاطينا حنا الفوتبول انا وكريم كم انت كريم باسكو يتبع غير الهوندبال. داكور. لا 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 جيب لنا شي سوار تاع الهوند. جيب لكم لي سوار تاع الهوند. كريم هوندبال معلوماتك غلط. ايوا تبغى الريغبي ايوا تما لا كبيره لا صغيره. لا انا من الرياضات بصراحه الاكثر شيء اللي بتبعها اللي اخذتها عن والدي اللي هي التنس. تما ها ها هي لا 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 هاك هاك نجيبوا لك الدراهم هذه صح. هو الفوتبول هو الفوتبول زعما بيناتنا احنا الشعب الجزائري، باش تكون على بالك كريم مولوع بكرة القدم ويتنفس كرة القدم ويحبوا بزاف كرة القدم ويشوفوا رواحهم فيها. دونك وما شاء الله عليهم لذا تشوف بزاف لذا تشوف بزاف تكونوا تفرجوا في ماتش تيري لا تيري لا على ماتا هذا. انا ثاني بزاف تشوف الناس باش ينحوا على خاطرهم بيتو يروحوا للاستاد يشوفوا الكرة القدم، وهذه حاجه مليحه ثاني. بصح حنا ما نقولوا ان شاء الله ما تكونش العنف ثاني، باسكو راه قريب عوده الجماهير في الملاعب، حاجه ينحوا بها بزاف خاطرهم ثاني. تقدر ثاني ينحوا على خاطرهم بالتحواس بالسياحه بيان سور وبيان سور. قبل ما نروحوا للسياحه انا نذكركم بالرقم بالك تنحوا على خاطركم، انا هنا احنا نسمعوا ما عندناش كاع مشكله نورمال 23 70 63 او دي لا نعاود لكم 23 70 93 67 ماركوها مليح عندكم واتصلوا بنا في اي وقت. معليش اليوم 023 70 93 67 انه رقم سهل جدا اليوم جاء ان شاء الله الحمد لله اليوم جاء وي معليش نتمنوا انه الاعداد المقبله يكون كما قلنا الرقم قال لكم نحطوا لكم في سنتي وتعيطوا لنا. نروحوا ديريكتومون للسياحه والتحواس، نروحوا ديريكتومون شبكه البرامج الجديده تاع الشروق تي في. حنا قبل ما نبداو مع انس نتمنوا نشوفوا برك المخرج يلونسينا لا بوند انونس ولا بيان سور الاعلان تاع البرنامج الجديد تاع انس اللي حتكتشفوه. انس وبشيره انس وبشيره العلاوي في هذا ال نوجه تحيه لبشيره الاعلان بشيره العلاوي تفضلوا. الو اوكي
أنا أنس تناح، المهمة نتاعي سهلة وشابة، فيها المغامرة والترفيه، نحب الفن وثقافة بلادي. أنا بشيرة العلاوي، ظريف ومعنوي، صحفية ونحب الميدان. صح مخاف، صح روح المغامرة مغروسة فيها، والتجول في بلادي شغف ديالي، مولوعة بأصالتها وحكاية تاريخها وعادات ناس زمانها. في كل حلقة نكتشفوا نتعلموا ونجولوا. تابعونا مع الجوال. أنس، قبل ما نحكي عن الجوال في عنا اتصال هاتفي. الحمد لله الحمد لله. يلا نقول الو. استقبلوا الاتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكم؟ لاباس؟ صافا وانتيا؟ الحمد لله لاباس. عودة ميمونة. الله يسلمك. شكرا لك. شكون معنا؟ من اين تتصلي بنا؟ من تيبازا. امال. امال من تيبازا. مرحبا بك امال وبناس تيبازا. الله يسلمك تعيش. صافاكم؟ لا حنا لاباس الحمد لله. ربي يحفظك. راكم نورين، خليتونا البيت هذا وين رانا صاير. انا ولينا كل يوم كل يوم رانا هنا. قولي لي امل سيتي، بهذا الرقم اللي قالوا دوكا كريم حكمتي نورمال؟ ايه شويه يعني كاين شويه. ايه شوفوا، احنا امل احنا تلمو نبغوكم، رانا زدنا زوج ارقام واحد اخرين باش تقدروا تتصلوا بينا، باسكو المشكل انه جميع الناس ولات تتصل في وقت واحد وصلت هذيك السيركيلاسيون في الاتصالات. شوف، عندي من نهار خرجت الغيزيطه تاع الباك. ايه وانا نحوس نعيط باش باسكو بنتي جابت الباك. مبروك عليها. عام اللي فات. الله يسلمك تعيش. عام اللي فات ما جابتش، هدرت مع زهره. ايه هاي طخي بيها. الحمد لله كي جابتو هذا العام. وهذا العام كي جابتو نحوس نعيط ما نحكمش. واش انس كرات في الجامعه؟ وشنو؟ واش سجلت في الجامعه؟ دغوا. الله يبارك ان شاء الله بالتوفيق لبنتك. ان شاء الله تعيش. الله يسلمك. ان شاء الله راكم منورين. الله يسلمك. شوفي كرام كريم وابو كريم كرام كريم والاخ الجديد هذاك كريم. شوفي امل امل، حبينا كيستيون هكا خفيفه باش نطرحوها لك. تبعتي الحصه تاعنا معنا من بدايه الحلقه ولا دوك هذا وين التحقتي بينا؟ شويه، واحد النص ساعه عندي ملي بدا اكرام على الفوتبول. شتي هاي بشرفتكم اكرام، يقولوا باللي النساء ما يعرفوش الفوتبول ومنها. هاي اكرام سي بون سكتتهم كاع. شوف انا من متتبعي الفوتبول، انا وراه ليكيب ناسيونال. الله يبارك. ما لا تكذبي عيطي لنا حنهضر بزاف على الفوتبول. اكرام قولي لي. ودائما دائما دائما الدواس انا وراجلي. راجلي ما يحبش الفوتبول والله. الله يكرمك. وانا كنتبع انا وراه الفوتبول. شوفي نهار تلعب بالجزائر العشاء يطيب بكري كل حاجه. توجدي روحك قبل الماتش. لازم قبل الماتش كل حاجه تكون في بلاصتها باش انا نتكسر ونشوف ليكيب ناسيونال. بلا امل زيدي اتصلي بينا في الاعداد المقبله باسكو انا موجود لكم بزاف مواضيع مهمه ماشي غير على الفوتبول لكن مواضيع تقدر تهمك ثاني. واليوم فرحنا بزاف انه سمعنا صوتك. شوفي ما كاش اول قناه او سمعتيني ما كاش اول قناه في الجزائر ابار شروق. شروق اول قناه جزائريه. والله اول قناه في الحمد الجزائر لله. هي الشروق. قناه شروق. شوفي شروق نيوز شروق تي في. انا أمل. من عشاق انا الشروق. شكرا لك امل. امل احنا برك الوقت داهمنا، انا ما بقناش بزاف ونخطبوا باش نزيدوا نهضروا شويه مع انس. احنا نستناو في لي زابيل تاعك في الاعداد المقبله. شوفي نديروا دائما من السبت للخميس، دونك تقدري تصلي بينا ونكونوا فرحانين بزاف نسمعوا صوتك. شكرا حبيبتي. ربي يخليك. الله يكرمك. وكل شيء مبارك على بنتك. مبارك. وان شاء الله شكرا. الى اللقاء صحيتي. هيا نرجع عند انس. انس انا كاع حبابي باش نعطيهم لابارول نعطيها لهم بهذا. حياة خويا اعطيني لابارول. كان شويه سيركيلاسيون تماك اتونسيون. اه ايوا اتون كاباش هذه شويه لابارول. انس انا حابب نقول لك بس امبارح كان في سؤال سالوني اياه شو هن البرامج اللي متحمسين تشوفون؟ قلت لهم انا الجوال متحمس جدا اني انا اشوفه لانه انا ما كثير بعرف الجزائر، جديد بالجزائر وحابب اني اتعرف اكثر على الجزائر. احكي لنا على الجوال.
نحكوا على الجوال. بون انا قبل ما نحكي على الجوال نحكي على ليكيب تاع الجوال باسكو بفضل رب العالمين طبعا وفضل ليكيب اللي كانت معايا اللي كانت معنا وصديقتي زميلتنا بشيرة العلاوي يترأسهم زينو زينو تحية كبيرة ليه كريم شمروق مصطفى فرشة يوسف شوية نكوت على يوسف شوية سائق تاعنا وبيان سور يعني كانت ايكيب يعني سودي يعني مام تاني باش قدرنا نشحو يعني البرنامج هذا ونجيبوكم فيه محتوى. انا في البدايه تفهمت انا والزميله زميلتنا بشيره العلاوي انه هذا البرنامج هذا هي اللي يكون اضافه ويكون فيه فايده بزاف نفيدوا بها يعني كما نقولوا المشاهدين تاعنا اللي هي نكتشفوا مناطق ولا ما تكونوش تعرفوها ولا لا كنتوا تعرفوها نعيشوا فيها ديز اكسبيريونس باش نتوما ثاني تروحوا تعيشوا كما احنا هنا. الوغ جوال من الدرجه الاولى انه يشجع على السياحه في الجزائر السياحه الداخليه مالوغوزمون باش ما نكذبوش على روحنا احنا ناقصين بزاف السياحه الداخليه مي يعني في هذه البريود اللي فاتت كورونا والدعوات بلعتيتو الناس ما عقدش وين تروح ديفولي ولا تحوس ولا دابا تيا شروق جابت لنا الفكره هذه اللي بزاف مليحه ودارت فينا الثقه اننا نخوضوا يعني التجربه هذه ونروحوا نزوروا بلايص ونبينوهم للمشاهدين تاعنا في البرنامج هذا غادي نعيشوا ديزيكسبيريونس بزاف شابين اللي عباك بارفوا نتلاقى الناس يقولوا لي شفنا لابوندونونس درتوا بارابونت طلعتوا كذا هذه كيفاش هذه كاينه هنا في الجزائر وي كاين وكاين ما اكثر ان شاء الله اللي غادي تكتشفوه معنا في الحلقات الاخرين باذن الله ان شاء الله وقتاش البدايه تكون؟ البدايه ان شاء الله غادي تكون غدوه ان شاء الله على قداش؟ على 5:30 باذن الله على 5:30 شروق تي في اه بصح كاين اعاده يعني انا دائما كنت نقول بالك الوقت كاين الناس اللي ما تلحقش ولا راه كاين اعاده ان شاء الله في الايام المقبله وفي وقت يعني يكون على بالك اكزاكتومون حتى في مواقع التواصل الاجتماعي تاع شروق لي ريزو اللي خاصين بالشروق راح تكون اوسي توعدني بحاجه اللي هي كي تروح السفاره الديني وبالك ما توليوش برك لا لا روحوا السفاره انا نبغيكم كاع ان شاء الله بصح شاو لا ديت كريم ما تزعفوش مني نتوما الاخرين ايوا ديت لكم شوف شوف الى التفار معليش انا ما عندي باش خاف شوف انا باش نحكي لكم كيف دينا دوكا كريم بالسفار شكون يقعد معانا هنا شبح القاعده كريم عمل هنا كريم خويا نحبسوا كامل الحصه ولا راح نديروا طاش نديروا ما عندنا بقالناش وقت بزاف غادي نديروا سكايب ديريكت ابل ورمزا يقول لي باقي لكمش الوقت كامل شوف وكامل نكونوا كيف انا سيعطيك الصحه عليكم معنا كريم بوباكور دائما متالق ربي يحفظك اكرام كريم دائما من تالق الى تالق انا قلتهم يعطيكم الصحه كامل ليكيب نقول برك المشاهدين يقعدوا اوفياء غدوه ما نتلاقاوش لكن نهار السبت نهار السبت لنا عوده بنفس الوقت نفس المكان نفس القناه سويعه لايف من الربعة للخمسة ونشكر بلا ما ننسى ليكيب تاعنا من كاع لي كاميرامان كاع لي تكنيسيان على راسهم امير بوديني انيس حمزه المخرج تاعنا انيس كلش كاع كيما راكم يلا قوي المتابعه باي باي